Libanons justitieminister Ashraf Rifi dementerar uppgiften om att den dömde trippelmördaren Martin Saliba ska dömas enligt sharia-lagar. Ministerkanslichef Mohammad Saab är mycket förvånad och beskriver det som ett översättningshaveri av ordet sharia. Trippelmördaren Martin Saliba greps för några veckor sedan i Libanon efter att han hade varit på flykt undan svensk rättvisa. Libanon vägrar utlämna honom till Sverige för att han är libanesisk medborgare. Samtidigt så rapporterade SVT Väst om att Saliba kan komma att dömas enligt sharia-lagar i Libanon och hänvisar till ett dokument som skickades av landets ställföreträdande justitieminister. Justitieministern säger till Expressen att man utövar libanesiska lagar och inte sharia-lagar. Och ministerkanslichefen menar att översättningen är helt fel. حضرت القاضي بالوثائق اللي انبعثت على السويد ترجمت احدى الوثائق منسوبه لسياده وزير العدل اللواء الشفيفي انه ممكن يطبق على السويد اللبناني مارتن صليبا الشرع قانون الشرع او انه الشرع الاسلامي يعني الشريعه. كيف ممكن تفسر لنا اياها؟ طبعا هيدي مساله يعني بعيده كل البعد عن الواقع وعن النص، يعني فعلا شكلت صدمه بالنسبه لنا لما عرفنا، لانه حقيقه الامر ان واضح ان الترجمه او من قام باعمال الترجمه يعني ضرب بعرض الحائط ابسط قواعد وتعابير اللغه العربيه. فما اشير له بالترجمه الانجليزيه بانه لبنيز شريعه هو في حقيقه الامر لبنيز legislation، لانه كلمه الشريعه تستخدم باللغه العربيه المقصود فيها القواعد او القوانين. فاذا كانت شريعه اسلاميه تكون islamic legislation، اذا كانت شريعه جزائيه تسمى criminal legislation، اذا كانت مدنيه civil legislation. فواضح انه الترجمه مش فقط غير دقيقه انما غير مطابقه على الاطلاق للتعبير. التعبير واضح، تطبق الشريعة اللبنانية أي يطبق قانون العقوبات اللبناني. فهذا لا يعني بأن لبنان يريد أن يحمي هذا الشخص أو أن لبنان لا يريد أن يتعاون مع السلطات السويدية. رفض الاسترداد هو انطلاقا من مبدأ سيادي يقوم على فكرة عدم جواز تسليم المواطن اللبناني لأي دولة أخرى، ولكن على أن يصار إلى محاكمته في لبنان عن الجرائم التي ارتكبها أو المنسوب إليه ارتكابها في السويد. وانطلاقا من ذلك فأن المواطن اللبناني الذي المتهم بهذه الجرائم هو قيد التوقيف وملاحق من قبل النيابة العامة، ويصار إلى التحقيق معه وسيحاكم محاكمة علنية، ويكون للسلطات السويدية أن تطلع على مجرى المحاكمات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا شك أن القضاء اللبناني سيتعاون مع السلطات السويدية للاطلاع على الأدلة المتوفرة بحقه حتى يتمكن من الوصول إلى تحقيق العدالة المطلقة بحقه. القضاء اللبناني لن يتردد لأي لحظة من اللحظات، وهذا ليس الملف الأول ولن يكون الأخير، في إنزال أشد العقوبات في حق هذا المواطن في حال ثبت أنه فعلا اقترف هذه الجرائم. وللعلم أنه جرائم القتل والعمد تصل عقوبته في لبنان إلى الإعدام، جرائم ترويج المخدرات والإتجار بالمخدرات تصل عقوبته إلى المؤبد، وبالتالي أنا على ثقة بأن هذه العقوبات ربما أشد من العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات السويدي. أهالي الضحايا أن يقوموا بتوكيل محامين لمتابعة القضية في لبنان.